inside my own world of make-believe. في 15 نقطة مقابل 7 لتركمانستان التي تحل ضيفة على سريلانكا، مع تجمد رصيد اندونيسيا عن 6 نقاط. يعني طلال كان متابعني، بقول طلال وياك. استعيد من خلال الربع الساعة الأولى، لا زال متقدما بهدف سجله طلال مشعل، وهذه الكرة من الفار دخلها تقبل راس تحت باللاعب اثنين كرة خطرة. الهدف الثاني مشعل السعيد، مشعل السعيد والمتابع. كرة ملعوبة لاعب بيلعب بملعب، يعني ما في تغيير منتخبنا لاعب بنفس تشكيلته. هذه كرة ملعوبة أمامية طويلة داخل المنطقة، هذا عدي بيد اللاعب عطية الكرة تتعوج على المرمى ويسجل الهدف الأول. أنا قلت الحذر واجب والحذر مطلوب، يسجل الهدف الأول. يا سلام 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 يا سل